مين مش بيعاني من اضطرابات الامعاء من اول الانتفاخات المتكرره والمستمره والشعور بعدم الراحه لحد الام القولون والاسهال والامساك المزمن وعسر الهضم. المشكله ان من كتر الاعراض ما بقت شائعه جدا وتقريبا عند كل الناس بقينا بنتعامل معاها على ان هي شيء طبيعي وعادي ومتعايشين معاها. انا بقى جايه النهارده عشان اقول لكم ان كل ده مش طبيعي ومش عادي، ولو انت بتعاني من الاعراض دي بشكل مستمر وبدون سبب واضح فانت قد تكوني مصابه بحاله اسمها السمول انتستينال بكتيريا اوفر جروث او فرط نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه او السيبو، ودي مشكله قد تبدو احيانا هي مشكله بسيطه ومش مشكله قوي يعني عادي من عايشه معاها، لكن للاسف هي مشكله خطيره لان الصله بينها وبين احتماليه الاصابه بكتير من الامراض المناعيه او الامراض المزمنه وثيقه جدا. هنتكلم عن السيبو، الاعراض، التشخيص، العلاج، علاقته بالامراض المزمنه والمناعيه، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ولا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه والبينج. عايزين نشرح الاول ونبسط كلمه سيبو، يعني ايه سيبو او يعني ايه فرط نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه، لان الاسم نفسه ملعبك شويه كده ومش مفهوم، يعني ليه يبقى فيه اصلا بكتيريا في الامعاء وليه يحصل لها فرط نمو وليه في الامعاء الدقيقه بالتحديد. لازم نفهم ده عباره عن ايه علشان نفهم ايه هي خطورته وليه بيسبب كل الاعراض دي وممكن نعالجه ازاي وليه لازم نعالج المشكله دي بسرعه. امعائنا كبشر بتتقسم لجزئين، الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه. الامعاء الدقيقه هي الجزء الاول من الامعاء، يعني اول ما الاكل بيتبلع ويبدا يدخل على الجهاز الهضمي بيمر في الاول على الامعاء الدقيقه ويقعد فيها فتره علشان يتم هضمه ويتم امتصاصه، وبعد كده يوصل للامعاء الغليظه ويقعد فيها فتره برده، وبعد كده يتحول لفضلات ويتم التخلص منه. امعائنا بيكون فيها حاجه اسمها الميكروبيوم او الجت فلورا، وده نوع من البكتيريا الحميده، ودي اساسيه جدا جدا لصحه الامعاء ولصحه الجسم كله وصحة جهاز المناعة. بكتيريا الأمعاء بتمثل تقريبا أكتر من نص جهازنا المناعي، وطبعا بتلعب دور مهم جدا في عملية هضم وامتصاص وتخمر الطعام. مش بس كده، دي كمان بتنتج أنواع من المعادن والفيتامينات من غيرها جسمنا مش هيقدر ينتجها. فبالتالي أي خلل في بكتيريا الأمعاء معناه مشكلة وخلل كبير جدا في الجسم والصحة. بكتيريا الأمعاء بتكون موجودة بشكل أساسي في الأمعاء الغليظة، لأنه الأمعاء الدقيقة بيتم فيها امتصاص المعادن والفيتامينات والأحماض الموجودة في الأكل علشان الجسم يقدر يستفيد منها قبل الأكل ده ما يوصل للأمعاء الغليظة وتبتدي البكتيريا تشتغل عليه علشان يتم تكسيره ثم التخلص منه بصوره فضلات. بكتيريا الامعاء بتتغذى بشكل اساسي على الالياف والسكر النشويات. يعني اللي بيحصل بقى في حاله الاصابه بالسيبو او فرط نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه هو زي ما فهمنا كده، انه بيحصل خلل في عمليه نمو البكتيريا دي في مكان هي مش مفترض ان هي تنمو فيه اللي هو الامعاء الدقيقه. فيحصل ايه بقى؟ يحصل الاعراض اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي دي اللي هي اعراض السيبو. رقم واحد، الانتفاخات. وجود البكتيريا اكتر من اللازم في الامعاء الدقيقه بيخلي الاكل يبدا يتخمر في مرحله بدري قوي، فيحصل له تعفن في الامعاء وبالتالي انتفاخات وعدم راحه بدون سبب وبالتالي الم في المعده. رقم 2، نفس السبب ده بيخلي ريحه البراز سيئه جدا ويبدا يحصل لنا امساك او اسهال متكرر وممكن الاثنين مع بعض. رقم 3، فقدان الشهيه. لما اكون حاسه بانتفاخ وعدم راحه والم في البطن وعندي امساك طبيعي جدا ان انا يكون عندي فقدان شهيه، واحيانا بيكون في شراهه للاكل على العكس لو الموضوع جاي معانا باسهال مش امساك. كل الاعراض دي متشابهه جدا مع اعراض متلازمه القولون العصبي، علشان كده الناس اللي عندها سيبو غالبا مش بيتم تشخيصهم لان بيتقال لهم ده شويه التهابات في القولون، خد الدواء ده وهتبقى كويس، هما بياخدوا كل الادويه بس ما بيخفوش لانه السبب الحقيقي ما اتعالجش. وللاسف انه في الطب التقليدي عامه محدش بيهتم قوي بموضوع صحه الامعاء ده. طيب انا ايه اللي يخليني اشك ان انا عندي سيبو مش قولون عصبي او شويه التهابات في القولون؟ لو انا حالتي المزاجيه سيئه ومتقلبه، لو انا حاسه بضبابيه وعدم تركيز، لو انا دايما تعبانه وما عنديش طاقه، لو انا بعاني من امراض جلديه مش معروف سببها ايه، زي مثلا لو عندي حب شباب باستمرار، عندي اكزيما مش عارفه ايه سببها، عندي طفح جلدي، لو مفاصلي بتوجعني كان انا عندي روماتيزم بس انا ما عنديش، لو بفقد وزن وبخس بسرعه. اسمعوا بقى اخر حاجه، لو عندي اضطراب مناعي، لو عندي اي نوع من انواع اضطرابات المناعه الذاتيه وعندي كتير من الاعراض اللي احنا قلناها دلوقتي دي، فاحتمال كبير يكون عندي سيبو. طيب اتاكد ازاي؟ ممكن اتاكد من الاصابه بالسيبو عن طريق تحليل اسمه الهيدروجين بريس تيست. المريض بيروح المعمل بيطلب اجراء الفحص، بيشرب ماده من اثنين، اما جلوكوز اما لاكتولوز. المريض بيشربها وبعد كده بيتم فحص الهواء اللي بيخرج من المريض اثناء التنفس. اي شخص مصاب بالسيبو بيكون عنده زياده في كميات الهيدروجين او الميثان اللي بتخرج منه اثناء التنفس. لو الهيدروجين اكتر فالمصاب ده غالبا بيكون بيعاني من اسهال، ولو الميثان اكتر غالبا بيكون بيعاني من امساك. طيب رحنا المعمل وعملنا التحليل وتشخصنا، نروح للدكتور بقى. للاسف علاج مشكله السيبو في الطب التقليدي هي المضادات الحيويه لان هي بتقتل البكتيريا، لكن الطريقه دي في التعامل مع المشكله خطيره جدا وبتسبب مشاكل اكبر، لان المضادات الحيويه بتقضي على كل بكتيريا الامعاء حتى البكتيريا المفيده اللي احنا محتاجينها، وده بيسبب مضاعفات كبيره جدا اكبر من مشكله السيبو نفسها. وانا شخصيا مش بنصح اي حد ان هو يحاول يعالج نفسه بان هو يلجا للمضادات الحيويه،
دي اخر حاجه ممكن نفكر فيها في الحياه عموما لو احنا عندنا اي مشكله صحيه. انت حيرتينا معاكي بصراحه، يعني نعمل ايه؟ ما نتعالجش؟ تسيبوا مشكله لازم تتحل بشكل سريع جدا لان هي مضاعفاتها كتير قوي. ابسط مضاعفات الاصابه بالسيبو هو مشكله سوء التغذيه، وده لان البكتيريا الزياده الموجوده في الامعاء الدقيقه بتبدا ان هي تتغذى على الاكل قبل ما يتم امتصاص المعادن والفيتامينات منه، فبالتالي بناكل لكن كاننا ما بناكلش، جسمنا مش بيستفيد من الاكل ده بالمره. ثانيا، لما بيبدا يحصل لنا نقص في المعادن والفيتامينات بشكل كبير بسبب الخلل في مستويات احماض المعده وانتاج العصاره الصفراويه، وده موضوع هنتكلم فيه بعد شويه، في انواع كتير من المعادن والفيتامينات مش بتدوب غير في الدهون، وبالتالي الجسم مش بيقدر يمتصها. ثالثا، خلل بكتيريا الامعاء بيتسبب في ارتفاع احتماليه الاصابه بالامراض المناعيه والامراض المزمنه. هنتكلم في الموضوع ده كمان، بس لما اقول لكم الاول هو ليه بتحصل الاصابه بالسيبو. الاصابه بالسيبو بتحصل لسببين. اول سبب هو عدم انتظام الحركه الدوديه في الامعاء. الحركه الدوديه دي اللي هي حركه الانقباض والانبساط، ودي بتحصل طول الوقت بصوره طبيعيه عشان يتم هضم الطعام والتخلص منه بشكل طبيعي. لما بيحصل خلل في الحركه دي بيكون في فرصه كبيره جدا ان البكتيريا تبدا تنمو بشكل غير طبيعي في الامعاء الدقيقه. السبب الثاني هو انخفاض احماض المعده وعدم افراز العصاره الصفراويه بشكل كافي. حمضيه المعده دي في حد ذاتها موضوع كبير جدا صعب ان احنا نشرحه باستفاضه دلوقتي، ولكن اللي احنا محتاجين نفهمه ان المعده لازم تكون على درجه معينه من الحموضه. ارتفاع او انخفاض درجه الحموضه في المعده بيسبب مشاكل كتير جدا. انخفاض احماض المعده مثلا بيسبب ظهور السيبو، بيسمح بتكاثر ونشاط حاجه مثلا زي جرثومه المعده اللي هي عند كل الناس تقريبا. هنتكلم طبعا عن طريقه العلاج، ولكن قبل ما نتكلم عن العلاج لازم نتكلم شويه عن خطوره الاصابه بالسيبو. الاصابه بالسيبو معناها وجود خلل في بكتيريا الامعاء، وده معناه ان جهاز المناعه ما بيشتغلش كويس. طبعا معناه طبعا نقص كمان في المعادن والفيتامينات، معناه ارتفاع في مستويات الالتهاب. مش بس كده، كمان مستويات سكر الدم بتتاثر، لان هي بتاثر على عمل البيتا سيلز او اللي هي خلايا البنكرياس المسؤوله عن افراز هرمون الانسولين، بتسبب كمان التهاب البنكرياس نفسه. كل الحاجات دي لما تتجمع مع بعض، ده اذا كمان احنا افترضنا عدم وجود مشاكل صحيه تانية، ممكن جدا تكون سبب في تطوير مرض مناعي او مرض مزمن. والدراسات اثبتت بالفعل انه في علاقه بين عدد كبير جدا من اضطرابات المناعه الذاتيه وبين السيبو. زي ايه؟ زي التصلب المتعدد اللي هو الام اس، زي تصلب الجلد المناعي، الذئبه، والاحتمال ده بيكون كبير جدا لو في تاريخ عائلي من الاصابه بالاضطرابات المناعيه في العيله، في يعني استعداد جيني. مش بس كده، الدراسات قالت كمان انه لو في مرض مناعي بالفعل، لو انا فعلا مصاب بمرض مناعي وعندي سيبو، ده بيتسبب في تدهور اعراض المرض اكتر وزياده الحده بتاعه الاعراض. مش بس كده، كمان ممكن يساهم في تطور مشكله صحيه مزمنه زي الفايبروميالجيا. بيأثر كمان بشكل سلبي جدا على مشاكل زي مقاومه الانسولين والسكر من النوع الثاني اللي هم اساس تقريبا كل الامراض. فانا مش هزهق مليون مره هقول انه اي مشكله في الامعاء هي مشكله خطيره جدا جدا ولازم تتحل، لان هي بتاثر على كل حاجه في الجسم، حرفيا على كل حاجه، خاصه جهاز المناعه. فكفايه بقى يا جماعه بجد ان احنا نتعامل مع الامساك على ان هو مشكله بسيطه، مع الاسهال على انه مشكله عاديه، مع عسر الهضم وسوء الامتصاص على ان هم حاجات طبيعيه. الحاجات دي ممكن تكون سبب في ان يجي لنا سكر، في ان يجي لنا ام اس، في ان يجي لنا روماتويد. خدوا بالكم من امعائكم، خدوها على محمل الجد اكتر من كده ارجوكم. نختصر بسرعه اللي احنا قلناه في كلمه ونص. السيبو او فرط نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه هو عباره عن نمو اكتر من الطبيعي للبكتيريا في مكان مش المفترض ان هي تنمو فيه، اللي هو الامعاء الدقيقه. وده بيظهر في صوره انتفاخات، مغص، امساك، اسهال، حاله مزاجيه سيئه، فقدان شهيه، الم مفاصل، فقدان وزن سريع وبدون سبب، طفح جلدي او اكزيما غير معلومه السبب. من اهم اسباب الاصابه بيه عدم انتظام افراز احماض المعده والانزيمات الهضمه وعدم انتظام الحركه الدوديه للامعاء. لو ما تمش علاج مشكله السيبو بشكل سريع جدا ممكن تؤدي لمضاعفات، منها مثلا سوء التغذيه، نقص المعادن والفيتامينات، ارتفاع نسب الالتهابات، ضعف جهاز المناعه، تطوير مشاكل صحيه اخطر زي الاصابه بالامراض المناعيه، زي الاصابه بالسكر ومقاومه الانسولين. لا ينصح ابدا بعلاج السيبو عن طريق تناول المضادات الحيويه. طيب انتبهنا خلاص وعايزين نحل المشكله بطريقه ثانيه بعيد عن الانتيبيوتكس، المضادات الحيويه، نعمل ايه؟ نتكلم بقى عن العلاج شويه. مشكله في الامعاء هنحلها ازاي؟ الدايت طبعا، الاكل، نظام اكلنا لازم يتغير تماما تماما. عشان اكون واضحه ومحدده جدا، لو عملتوا ايه؟ لو خدتوا كل ادويه الدنيا، كل مكملات الدنيا، ونظامكم الغذائي لسه فيه سكر وفيه فايبرز، لسه فيه الياف، مشكله السيبو عمرها ما هتتحل. سكر يعني ايه؟ سكر مش يعني سكر ابيض، عشان ما حدش يقول لي هبطل السكر من الشاي والقهوه وخلاص على كده، لا، بتكلم عن اي حاجه فيها كربوهيدرات، اي حاجه فيها نشويات ما تنفعش، بقوليات ما تنفعش، مكسرات ما تنفعش، فاكهه ما تنفعش، منتجات البان ما تنفعش لمريض السيبو. اي حاجه فيها سكريات قصيره السلسله ممنوعه على مريض السيبو. اي حاجه فيها الياف ممنوعه على مريض السيبو، سواء كانت فاكهه او خضار او بذور،
اي حاجه فيها فايبرز ممنوعه. ليه؟ لان باختصار السكر والالياف البكتيريا دي بيكون عندها القدره على انها تتغذى عليهم وتعمل لهم عمليه تخمر، بالتالي ينتج عنها غازات تتعبنا اكتر والبكتيريا تكبر وتتكاثر وتزيد. وبالتالي النظام الغذائي المناسب لمريض السيبو هو الكارنيفور. ايه هو الكارنيفور؟ هو نظام غذائي بيسمح فقط باكل اللحوم والدهون الحيوانيه، ممنوع فيه تناول النشويات او الحبوب او البقوليات او البذور او الخضار او الفاكهه. هو نظام صارم جدا جدا وغير مستدام، ما نقدرش نعيش بيه طول عمرنا عكس الكيتو دايت مثلا او اللو كارب. ولحسن الحظ انه السيبو مش مشكله مزمنه، احنا بنحتاج ان احنا نتبع النظام ده لمده معينه لحد ما نحل المشكله. قد ايه المده دي؟ مش اقل من 3 شهور. ليه الكارنيفور بالتحديد؟ لان هو بيمنع كل الحاجات اللي تتغذى عليها البكتيريا، وبالتالي بنعمل لها عمليه تجويع لحد ما يبدا عددها يقل وتختفي تماما. بعد الثلاث شهور بنعيد التحليل مره ثانيه ونشوف مدى التقدم اللي احنا وصلنا له لحد ما التحاليل تاكد ان احنا عالجنا مشكله السيبو تماما، وانه مستويات الهيدروجين والميثان في النفس بتاعتنا ترجع طبيعي. لما بنعمل كارنيفور بهدف علاج مشكله صحيه بيكون الافضل والانسب انه احنا نعتمد على احشاء الحيوانات اكتر من اللحوم نفسها، يعني الكبده، القلب، الكلاوي، السجق البلدي، قطع غيار الحيوانات يعني اكتر من اللحوم نفسها. والدهون بنعتمد على دهون الحيوانات برضو، يعني دهون اللحمه نفسها او اللي او الحاجات دي بتكون افضل ما نعتمد على اي نوع تاني من انواع الدهون الصحيه او حتى السمنه البلدي، لانه السمنه البلدي الزبده البلدي تعتبر من منتجات الالبان. لو عايزين نعمل حلقه نتكلم فيها اكتر عن الكارنيفور بشكل مفصل سيبولي الطلب ده في كومنت. حد هيقول لي طب مين يقدر يفطر ويتغدى ويتعشى فراخ وسمك ولحمه؟ هقول لك يعني لو من ناحيه النفس فهو في تنوع كتير وصعب ان احنا نزهق من اللحوم، نقدر نغير ونبدل طريقه الطبخ وننوع كتير قوي. ثانيا ده دايت علاجي، يعني المضطر يركب الصعب. انا عايزه اتعالج واحافظ على صحتي لازم هقدم تنازلات، سبيشالي ان هو بيكون لفتره محدده وبعد كده خلاص بنعمل انظمه تانية. ولو من الناحيه الماديه اقول لك اولا اي حد بيعمل دايت منخفض في الكربوهيدرات او خالي من الكربوهيدرات زي الكارنيفور مثلا هو ما بيجوعش اصلا، وكميات الاكل اللي بيحتاجها بتكون قليله جدا لانه مفيش بقى حفله السكر والانسولين اللي بتحصل باستمرار وتخلينا ناكل اكتر بكتير من احتياجنا زي ما بيحصل عند الناس التانية اللي الانظمه بتاعتها بتكون مليانه سكر ونشويات. فانت كده كده مش محتاج كميات مهوله من اللحوم والدهون في كل وجبه. ثانيا مفيش دايت من غير صيام، مفيش بني ادم طبيعي المفروض يكون بياكل طول الوقت ولا ياخد 3 وجبات وتو سناكس والكلام الفارغ ده. بني ادم طبيعي بياكل ويصوم، يومك بيكون عباره عن 3 وجبات لو انت مبتدئ، ثم وجبتين، ثم وجبه واحده في اليوم. لو في اي حد عايز يعرف تفاصيل اكتر عن ازاي نعمل صيام متقطع بشكل صحيح هتلاقوا التفاصيل كلها موجوده في الحلقه دي. وليه اصلا لازم نعمل صيام متقطع؟ الكلام ده لاي حد اول مره يشوفني، لكن الناس اللي معانا فاهمين طبعا انا بتكلم في ايه. فالموضوع يعني مش محتاج ميزانيه مرعبه زي ما الناس بتبقى فاكره، بالعكس احنا بنلاقي نفسنا كمان موفرين فلوس لو احنا يعني بنتكلم عن ميزانيه الاكل. كده احنا قلنا دايت كارنيفور صيام متقطع. طيب بعد ما اتعالج بقى ان شاء الله واحل المشكله وبطل كارنيفور ارجع اكل عادي؟ هو يعني ايه عادي؟ الاكل العادي بتاع كل الناس اللي هو كله سكر ونشويات ده ما اسموش العادي. العادي هو الاكل الطبيعي اللي خلقه ربنا اللي المفروض كل الناس تكون بتاكله لو مش عايزه تمرض، اللي هو موجود في ايه؟ اللي هو هتلاقيه في اي نوع من الانظمه الغذائيه المنخفضه الكربوهيدرات زي اللو كارب، زي الكيتو دايت، زي الباليو. نقدر نخرج من الكارنيفور على اي واحد من دول. اخر جزء مهم جدا في العلاج هو المكملات الغذائيه. ايه هي المكملات الغذائيه اللي مريض السيبو محتاجها؟ قبل ما نفكر نقول يلا هنبدا نتعالج نكون بادئين ناخد بايل صلص او املاح صفراويه، دي رقم واحد واساسيه جدا جدا لعلاج السيبو، هي والانزيمات الهاضمه. ليه؟ لانه زي ما قلنا اصلا من البدايه ان نقص العصاره الصفراويه ونقص الانزيمات الهاضمه هو واحد من اسباب الاصابه بالسيبو. اي حد ما عندوش عصاره صفراويه كافيه جسمه مش بيقدر يفرزها بكفاءه، فبالتالي لازم ياخدها من مكمل غذائي. افضل نوع من انواع الاملاح الصفراويه بلا منازع طبعا هي التوتكا او التوتكا بلس. للاسف هي خلصانه من عندي فانا مش عارفه اوريكم شكل العلبه، بس هتلاقوني سايبه لكم لينكات لاي حد عايز يجيب المكملات انا هتكلم عنها كلها هتلاقوها في صندوق الوصف. وهيكون في حلقه هنتكلم فيها بالتحديد عن التوتكا وليه هي افضل نوع من انواع البايل سولتس او الاملاح الصفراويه على الاطلاق. ولكن لو لقيتوها هاتوها لان هي نادره جدا 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 وقليل ما بتلاقوها. انا شخصيا عشان اشتريها ممكن اقعد استناها تتوفر بالشهور، فاللي هيلاقيها يعني شخص محظوظ جدا. طب لو ما لقيناش التوتكا نعمل ايه؟ اي نوع من البايل سولتس هيأدي الغرض، هحط لكم برده في صندوق الوصف الانواع الثانيه الكويسه اللي انا برشحها. وايه بقى الاحلى والاحلى؟ ان احنا ناخد معاها كمان انزيمات هاضمه برده من السبلمنت. كده احنا نكون عملنا نظام رد على تكاثر ونمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه، وفي نفس الوقت اخذنا اقصى استفاده من الاكل اللي احنا بناكله بعد ما كناش بنمتص حاجه خالص ويمكن عندنا سوء تغذيه. ايه تاني حاجه؟ حاجه يمكن موجوده في بيوتنا كلنا وطبيعيه، خل التفاح.
خلي التفاح اكتر حاجه مفيده لضبط درجه حموضه الامعاء، ودي اول ما بتتظبط ده معناه خلاص كده البيئه مش بتكون مناسبه لنمو وتكاثر البكتيريا والميكروبات والفيروسات والجراثيم. خلي التفاح رائع، معلقه كبيره من خلي التفاح مع عصير ليمونه على كوبايه ميه قبل الاكل بنص ساعه. محتاجين ايه تاني من السبلمنتس؟ محتاجين بوتاسيوم، محتاجين مغنيسيوم. ليه؟ علشان ندعم الحركه الدوديه للامعاء اللي اصلا قلنا ان عدم انتظامها بيسبب الاصابه بالسيبو. احنا عارفين ان احنا دايما بنشتغل على السبب نعالجه، فبالتالي النتيجه تختفي. البوتاسيوم والمغنيسيوم مسؤولين عن عمليات الانقباض والانبساط في الجسم كله عامه، عشان كده دايما تلاقي مثلا الناس اللي عندها نقص مغنيسيوم بيبقى عندها كرامبس وشد عضلي وضغط مرتفع. قدامنا اختيارين، اما ناخد البوتاسيوم لوحده والمغنيسيوم لوحده، اما ناخدهم الاثنين مع بعض من افضل مصدر ليهم هما الاثنين مع بعض بجرعات محترمه جدا، اللي هو الالكترولايت باودر او مسحوق الشوارد. دي هي الحاجات الاساسيه والضروريه جدا. عندنا كمان الويت جراس او عشبه القمح. ليه الويت جراس؟ لانه سكوب واحد منه بيدينا نفس الفايده اللي احنا بناخدها يوميا لو كنا بناخد حصتنا اليوميه كامله من الخضار والسوبر جرينز بدون الياف تقريبا وبدون سكر. بيعمل ايه؟ بيعزز جدا جدا صحه الامعاء، بينقي الجسم من السموم لانه هو مضاد اكسده رهيب، بيقلل جدا من الاعراض المزعجه للسيبو، بيحسن الحاله المزاجيه لانه الناس اللي عندهم سيبو بيعانوا دايما من حاله مزاجيه سيئه، بيقلل القلق والاكتئاب، مضاد التهاب رهيب، بيحسن عمليه هضم وامتصاص الطعام، بيلعب دور كبير في القضاء على السيبو. في كمان البربرين، ده مذهل في حل مشكله السيبو. ده عباره عن عشبه طبيعيه بتستخدم من قديم الازل في الطب الصيني وفي الطب الهندي التقليدي، مش بس بتساهم في علاج السيبو وبتحارب البكتيريا والفيروسات وبتعالج الاسهال، لا دي كمان عندها القدره على ان هي تقلل الالتهابات وتظبط معدلات سكر الدم وتحسن حالات مقاومه الانسولين وبتخفض الكوليسترول، فهي رائعه وتستاهل حلقه لوحدها، وبتكون موجوده طبعا في صوره سبلمنت. اخر حاجه ممكن تكون موجوده عندك في البيت دلوقتي، زيت النعناع. طبعا الافضل يعني ان احنا ناخده في صوره مكمل غذائي، لكن الزيت نفسه كمان رائع. الفكره بس ان احنا نكون متاكدين من مصدره، يعني انا مش هروح اشتريه من عند العطار او من عند اي حد ما اعرفش هو جاي منين ولا اتحفظ ازاي ولا بايظ ولا سليم ولا تاريخ صلاحيته ولا اي حاجه واستنى منه فعاليه، لا لازم نكون متاكدين من مصدر اي حاجه بنستخدمها. زيت النعناع ده رائع لكل مشاكل الامعاء تقريبا، الانتفاخات، الام البطن، الاسهال، التهاب القولون، السيبو، بجد بيشتغل على كل المشاكل دي وفعال جدا جدا. طيب لو ما لقيتش زيت النعناع ايه اقرب حاجه ليه تقوم بنفس الوظيفه تقريبا؟ زيت الزعتر البري اللي هو الاوريجانو اويل، ده كمان بيكون متوفر في صوره مكمل غذائي، الاثنين رائعين في حل مشكله السيبو بيشتغلوا كويس جدا. وبكرر يا جماعه عشان السؤال المتكرر، مش لازم نجيب كل المكملات دي مع بعض، لو اقدر اوفرهم كلهم هيبقى عظيم، لكن لو ما قدرتش يبقى الاساسيات بس كفايه. ولكن خدوا بالكم من النقطه دي، لو جبتهم كلهم وما التزمتش بالنظام الغذائي ما استناش نتيجه، لان مش هيكون في نتيجه، انا صريحه جدا. النظام الغذائي ده هو الاساس اللي احنا بنبني عليه. نبني ازاي من غير اساس قوي؟ مش ممكن. مشكله السيبو قد ما هي مشكله خطيره ولازم ناخدها على محمل الجد، قد ما حلها بسيط جدا وفي ايدينا زي ما شفنا. نلتزم بالدايت لمده محدده، نصوم، ناخد المكملات اللي هتساعدنا في حل المشكله، وحمد لله على سلامتنا. لو التزمنا بالكلام اللي احنا قلناه ده 100% تعافي من السيبو باذن ربنا من غير اي اعراض جانبيه او مشاكل. نختصر بقى علاج السيبو في كلمتين كمان، علاج مشكله فرط نمو البكتيريا في الامعاء الدقيقه هو الاعتماد على نظام خالي من السكريات والنشويات والالياف علشان يحصل تجويع للبكتيريا، وبالتالي النظام الانسب بيكون هو الكارنيفور لمده متوسطها 3 شهور مع الالتزام بالصيام المتقطع كنمط لتناول الطعام. كمان المكملات الغذائيه بتبقى جزء اساسي من علاج المشكله، اساسي جدا تناول البايل سولتس والدايجست انزيمز من المكملات الغذائيه. مهم جدا تناول خل التفاح قبل الوجبه علشان يساعدنا ان احنا نظبط درجه حموضه المعده. كمان تناول البوتاسيوم والمغنيسيوم بجرعات كافيه ضروري جدا جدا للمساعده على تحسين حركه الامعاء، والمصدر الافضل ليهم هو الالكترولايتس باودر. من المكملات الغذائيه المهمه جدا كمان الويت جراس، بناخد منه فوائد حصه كامله من الخضار والسوبر جرينز بدون الياف وبدون سكر، والبربرين وزيت النعناع او زيت الزعتر البري اللي بيشتغلوا على تحسين اعراض مشكله السيبو زي الانتفاخات والالتهابات والاسهال. اتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه دي وما كنتش طولت عليكم. لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ما تنسيش تشارك الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل، ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبه لي في الكومنتس، ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج العلاجيه هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.